أولا بتعرف على أنه في وزارة المسنين والمتقاعدين اللي هو الوزير رئيس الحكومة بيبي نتنياهو، ولكن بما أنه بيبي نتنياهو مشغول اللي بيدير هذا المكتب هو لي أنيتس نائبة الوزير. نائبة الوزير أيضا في فتحوا مكتب جديد في الدولة اللي هو مكتب المواطن القديم اللي بسموه إزراحين فاتيكيم. هذا المكتب أعلن عن جائزة للمتطوعين المتميزين اللي قدموا خدمات للمجتمع بشكل خاص وللمسنين بشكل خاص للمسنين. وتقدم لهذه الجائزة حوالي 400 شخص ومؤسسة من جميع أنحاء البلاد. وقد اختاروا من بين هذول ال 400 12 شخصيه من انحاء البلاد. مليت هناك في لجنه كان من الموجودين في اللجنه في بروفيسور اسمه بروفيسور اسرائيل عارف شو اسمها، وانا كنت الوحيد من الوسط الغير يهودي، وكان ايضا من اللجنه ابو لطفي امل نصر الدين من اللجنه، أعضاء اللجنة على مستوى قطري، هي لجنة قطرية اللي هي اختارت من جميع أنحاء البلاد، وهدول هن اللي اختاروا المتميزين. احنا قدمنا طلبات، قدمنا يعني الأشياء اللي عندنا اللي موجودة، شو عمل احنا عملنا خلال حياتنا، وكنت أحد اللي حازوا على هاي الجائزة. الاحتفال أقيم في الكنيسة تحت رعاية رئيس الكنيسة دكتور روفين ليبلين، وكانت نائبة الوزير هي صاحبة الدعوة، كان أعضاء كنيسة وكان وزراء وكان جمهور من كل إسرائيل، وكان أيضا وفد عنا من إسفيا والدالي كان مشترك في هذا الاحتفال، وهناك قدموا الدروع للجائزين. والله أنا بعتقد إنه هاي هي يعني حصيلة مسيرة طويلة في خدمة المجتمع وأهل بلدي وخصوصا المسنين بشكل عام، فكنت يعني سعيد كثير في هاي الجائزة، وهاي الجائزة بعتبرها مش بشكل شخصي وإنما لكل المتطوعين اللي بيقدموا خدمة للآخرين، بشجع الآخرين إنهم يقدموا خدمات، واعترافا للمسنين على اللي أعطوهن في حياتهم، شو أعطوا في حياتهم. أولا أنا أنظر في التطوع في الخدمة على إنها هي مثل أعلى، وإنه مجبور الإنسان اللي بيقدر يعطي لمجتمعه ولبلده ممنوع يتأخر في إنه يخدم بقدر الإمكان، كل إنسان من موقعه كل إنسان على قدر إمكانياته، لأنه المساعدة هي يعني جزء من حياة الشعوب الراقية والمتقدمة، واللي بيقدر بعتقد ما يأخرش لازم يقدم، إن كان شباب أو خصوصا متقاعدين اللي هن بيقدروا كمان يقدموا خدمة للآخرين. أولا أنا منذ صغري وأنا من الصف الرابع وأنا عضو في الكشاف، وقد حصلت على وسام الخدمة من المنظمة الكشاف الإسرائيلية، هاي واحدة، ولحد اليوم أنا ما زلت كشاف وأقمت مسيري كشفية عظيمة اللي كانت لكل الوسط الدرزي فيه. ثانيا أنا كنت مركز لبيت الشبيبي الذي أقيم في سنوات 80، حوالي 10 سنوات أقمنا هناك، كان يعني محل المتناس اليوم بشكل المتناس اللي كان اليوم، وهناك أقمنا فرقة للدبكي وفرقة للملاكمة وفرقة تمثيلية وكثير اللي تعلموا على آلات موسيقية، وكنا كل سنة نعمل احتفال، يعني كان بيت للشبيبي اللي يتجمع فيه كل الشباب، خدمت حوالي 10 سنوات. وبعدها انتقلت إلى فريق كرة القدم مكابي عسفيا، فكنت مدير الفريق أيضا، ومشينا من الدرجة دالت كانت دال إلى أن وصلنا إلى الدرجة الأولى. حضرتك تعرف قديش كان مكابي عسفيا من أحسن الفرق العربية الموجودة في البلاد. بعدها اشتغلت 5 سنوات كمركز في الاستدروت
في الاستدروت يعني مركز للاستدروت في عسفيا. أيوة. وهناك قمت بإصلاح بناية الاستدروت القديمة اللي كانت في الحي الغربي، وهذا كان إنجاز ومساعدة كبات خليم في هذيك الفترة. بعدها في سنة 2000 طلب مني 2001 طلب مني رئيس المجلس الأخ شريف أبو ركن أني أقوم بإدارة مضافة المنزول أو بيت للمسن. فخلال 8 سنوات استطعنا في مضافة المنزول أن نجعلها مركز للمسن في عسفيا، وجميع هذول 8 سنوات أنا قدمت خدمة للمسن بمحاضرات ورحلات ولقاءات، والحمد لله اليوم مضافة المسن هي أصبحت مركز للمسن المعترف فيه في عسفيا. وأنا قبل حوالي سنة تقريبا أقمنا لجنة في لجنة المسن، وأنا تركتهم في الوقت الحاضر.